أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم. خرج من العناية المركزة أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم فهمي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب كريم فهمي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع كريم فهمي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أول صورة للفنان المصري كريم فهمي بعد إصابته بجلطتين في الرئة. نقل الفنان المصري كريم فهمي إلى مستشفى خاص في العاصمة المصرية القاهرة إثر إصابته بجلطتين في الرئة، وشاركت الفنانة ومصممة الأزياء ندى أكرم أول صورة لكريم فهمي وهو يرقد على سرير المستشفى عبر خاصية ستوريز على حسابها في موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي. وناشد العديد من أصدقاء كريم فهمي من الوسط الفني معجبيهم بالدعاء له بالشفاء من وعكته الصحية، ومن أبرزهم الممثل يوسف الشريف والمطرب رامي جمال وآيتن عامر ورانيا محمود ياسين. آخر تطورات حالة كريم فهمي الصحية بعد إصابته بجلطة في الرئة. تحسنت الحالة الصحية للفنان كريم فهمي بعد إصابته بجلطة في الرئة خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، ويواصل الفريق الطبي إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية من أجل إذابة الجلطة، وبعد ذلك سيغادر المستشفى لقضاء فترة نقاهة في منزله. وكانت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم قد نشرت أمس صورة للفنان كريم فهمي وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات عبر خاصية ستوري إنستغرام، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية أدت لنقله للمستشفى على الفور. وعاد كريم فهمي من مدينة أبوظبي الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه موقع إنستغرام، ونشر صورة له بصحبة المطرب رامي جمال من أبوظبي وعلق قائلاً: جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن كريم فهمي مؤخراً عن استعداده لتقديم جزء ثاني من فيلم ديدو الذي عرض مؤخراً في السينمات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد وأحمد فتحي وحمد المرغنية ومحمد ثروت وهدى المفتي وغيرهم مجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو. سيناريو وحوار كريم فهمي إخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع. جلطات في الرئة تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي. كشف أحمد فهمي تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه كريم فهمي قائلا: خرجنا الآن من الرعاية المركزة بعد 24 ساعة بعد تعرضه لبعض الآلام في منطقة الصدر، وكان الاعتقاد في البداية أنه تأثير كورونا السابقة، ولكن تم اكتشاف أنها جلطات على الرئة، وبدأت حالته الصحية في التحسن التدريجي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلام عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر أن هناك بعض التحاليل التي تم إجراؤها لمعرفة سبب الجلطات وبدء التعامل معها، ولا سيما أن عمره صغير عن هذا النوع من الأمراض. أصيب به كريم فهمي، لك كل ما تريد معرفته عن جلطة الرئة. صرح الفنان أحمد فهمي بأن صحة شقيقه الفنان كريم فهمي باتت أفضل، وأنه سيطمئن الجمهور على صحته في أقرب وقت ممكن، طالبا الدعاء له حسب تغريدة نشرها في حسابه عبر تويتر. ونشرت وسائل إعلامية مصرية تقارير حول أن كريم يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بعد إصابته بجلطة في الرئة. وأعرب العديد من زملائه الفنانين المصريين عن قلقهم بشأن صحته، وطلبوا له الدعاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الفنان كريم فهمي قد تعافى من إصابته بفيروس كورونا كوفيد-19 مطلع العام الحالي، وأعلن مؤخرا عن إنتاج جزء ثاني من فيلم ديدو الذي تم عرضه خلال موسم الصيف من بطولته إلى جانب عدد من نجوم الكوميديا المصريين، وحصل مؤخرا على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات. بعد إصابته بجلطة في الرئة، ما تطورت حالة كريم فهمي الصحية؟ طمأن الفنان أحمد فهمي جمهور شقيقه كريم على حالته الصحية بعد نقله للعناية المركز أمس بسبب إصابته بجلطة في الرئة. وكتب أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: تلقيت اتصالات كثيرة من محبي كريم وكلهم يسألون عنه وعن حالته الصحية. الحمد لله، عايز أشكركم على متابعتكم واهتمامكم، وعايز أطمنكم على حالته الصحية، وهو بخير دلوقتي وإن شاء الله هيطمن الكل بنفسه قريب دعوتكم. أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم. كشف الفنان أحمد فهمي آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم فهمي
بعد تعرضي لجلطة في الرئة. وقال فامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر أن الحالة الصحية لشقيقه في تحسن، وتم نقله من العناية المركز إلى غرفة عادية. وأضاف كريم من أسبوع حاسب وجع في صدره وكحة وشك إنها كورونا، لكن بعد التحاليل اكتشف أنه في جلطتين صغيرتين في الرئة، واحدة في اليمين وواحدة في الشمال. وعن سبب الإصابة بجلطات رد قائلا ما فيش حاجة معروفة ولسه في تحليل ما ظهرتش، بس ما لهاش علاقة بالكورونا. وتابع سنا كريم مش كبير وهو 38 سنة، وبسبب القولون هو بياخد دواء يقلل السيولة، وكان بياخد دواء للسيولة في بروتوكول علاج كورونا، فهي دي المشكلة. واستكمل الحمد لله هو كويس وفي، وبشكر الناس جدا، وبإذن الله يومين ثلاثة ويخرج من المستشفى. خرج من العناية المركزة أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم فهمي. قال الفنان أحمد فهمي إن شقيقه الفنان كريم فهمي خرج من الرعاية المركزة وجرى نقله لغرفة عادية، مشيرا إلى أنه شعر بألم في صدره وكحة شديدة. وراوده الشك في البداية أنه أصيب بفيروس كورونا، ولكن مع الفحص علمنا أنه أصيب بجلطتين في الرئة، واحدة على اليمين والأخرى على اليسار. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية توجهنا للمستشفى، واليوم خرج من الرعاية، هو الآن يتعامل بشكل جيد دون أي مشكلات، ولا يوجد سبب معلوم حتى الآن لسبب إصابته بجلطات، وأعتقد أنه لا علاقة له بإصابته بفيروس كورونا منذ فترة. وقال كنا نخشى أن تكون الجلطة في الرئة وشعرنا بالصدمة عندما علمنا أنه مصاب بها، على الرغم من صغر سنه، وأنا أكبر من كريم بعامين، والأزمة أنه كان يحصل على أدوية للسيولة بسبب القولون. وتابع حصل على أدوية سيولة على حد علمي من أجل إذابة الجلطة، وهو أهله وصميم زي بالضبط. حقيقة وفاة كريم فهمي بعد إصابته بجلطتين انتقل على إثرها للمستشفى. بعد إصابته بجلطتين في الرئة انتقل على إثرها للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية. انتشرت الكثير من الأنباء حول تطورات حالته الصحية بالساعات الأخيرة، وانطلقت الشائعات الكثيرة حول وفاته، ولكن انتهت كل هذه الأقاويل مع تعليق الفنان الكبير الذي كشف عن تطورات حالته الصحية ليطمئن جمهوره. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب إصابة الفنان كريم فهمي بالجلطة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.